السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. لاول مره يدخل القناه ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصل اي جديد. ومرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطاجين كيجي رائع رائع بهاد القرعه الخضراء، القرع الاخضر او الكوسه. هذه دائره كاينه هذيك الطويله، ولكن هذه مكركبه صراحه لذيذه بزاف، كتجي رائعه. غادي ناخذ اللحم، اي لحم متوفر. انا خديت هاد سميتو نتاع لدند، هما راه مقطعين مغسولين، غسلتهم بالحامض والمليحه. وبغيتو توضعوا الدجاج وضعوه. وخديت القزبر ديجا مقطع ودايره في الثلاجه في المجمد، والثومه راس الثومه محكوكه ولا طريه. غادي نشرمعهم بهذا القزبر هذا اللي ديجا مقطع عندي، وغادي نزيد الثومه. ثومة محكوكة والعطرية، خديت البزار، الخرقوم، الكركم، والسكينجبير، ومليحة ملح على حسب الذوق. انا ما درت لا زيت لا حتى شي حاجة، اكتفيت غير بهاد العطرية والقزبر والثومة. غادي نشرملهم. ما وضعتش الزيت حيت في الطاجين ما كنديرش انا في الاول الزيت. غادي نشرملهم مزيان مزيان باش تدخل ديك العطرية، ونخليهم جانبا واحد ربع ساعة. وناخذ الطاجين اللي غادي نطيبو فيه. خديت هذا ديال الطين، غادي نوضعو فيه بصله صغيره مقطعه، وغادي ناخذ داك اللحم من بعد ما شرب لينا ديك العطريه، نوضعو في الطاجين. هاد الطاجين كيجي رائع رائع بزاف. غادي نديرو فوق النار بلا زيت بلا ما بلا حتى شي حاجه، نخليه هكا يتقلى واحد 20 دقيقه وهو كيتقلى مع البصله. والبصله راه كطلق داك الماء نتاعها، ها هو هنا راه كيتقلى شويه بشويه. انا هذه هي الطريقه باش كنطيب الطاجين. ما كنديرش مطيشه، ما كنديرهاش قليل فين كنديرها، والا درت راه ما كنديرهاش لتحت، ما كنفرشهاش، لانه راه هي اللي كتحرق الطاجين. كنديرها الفوق، غادي نغطي عليه ونعاود نرجع له. هنايا شوف كيفاش طلقات، راه ما درت لا زيت لا ما لا حتى شي حاجه، نقصت عليه وراه البصله راسها كطلق وكيتقلى اللحم او لداند او اللي كان اللي متوفر. انا كيعجبني هاد لداند، هاد سميتو نتاع لداند، كيكونوا مقطعين وكيجيو بنان في الطاجين. والخضره اللي استعملت هي ديك القرعه الخضراء، راني قطعتها على هاد الشكل، وخديت واحد الحبه بطاطا وجلبانه. طاجين بالجلبانه والقرعه الخضراء. غادي ناخذ ديك البطاطا من بعد ما تقلى الطاجين، غادي نستفها. هاد الطريقة ديال الطياب كنشوفها في دوك القهاوي اللي كيطيبوا الطواجن، سولوهم راه يقولك ما كنديروش الزيت، ما كنقليوش بالزيت، الزيت كيخليه هو حتى كيوضعوا كاع الخضر عاد كيديروا الزيت. هنا غادي نستف الخضرة ديالنا. ها كيفاش استفت البطاطا، درتها لتحت، والقرعة استفتها لانه دغيا كطيب، ودرت الجلبانة من الفوق. داكشي كامل خضر ولكن كيجي رائع. انا دابا عاد ندير الزيت. الزيت خديت جوج معالق تاع الزيت البلديه، وزدت معها شويه نتاع زيت الروميه. بغيتو توضعوا الزيت البلديه وضعوها، وزوقتها بهاد الطريف نتاع الحامض. الحامض كذلك كيعطي واحد المذاق رائع رائع بزاف. وهنايا من بعد ما استفسر غادي نديرها فوق النار تكون ميله ميله ميله، وتخليوها طيب، يخليوها طيب يطيب على خاطره. والحامض، الحامض الحامض، الا ما درتوش مطيشه ديروا الحامض. انا ما كنديرش مطيشه، واغلبيه كنطيب بالحامض، كيجي رائع بزاف. ها هو راه درتو كيطيب، حيت نقصت عليه البوطه مزيان وخليته يطيب على خاطرو. البصله طلقات داك الماء وخليته طاب غير بالمرقه ديال ديك البصله، ما زدتش كاع الماء. وانتوما الا شفتو ما طابتش الخضره ولا، زيدوا ليه ميها وديروا فيها العطريه، شدوا شي كويس وديروا فيها العطريه اللي كت بزار سكينجبير،
وبقاو تزيدو مره مره حتى يطيب حتى يطيب على خاطرو. انا راه نقصت عليه وخليته طاب، راه خدا لي ساعتين تقريبا وانا ناقصه عليه غير بالمرقه ديالو، ولكن زدت مليحه من الفوق طبعا الملحه راه كانت لتحت، وزدت مليحه من الفوق. صراحه راه كيجي رائع وكيجي بنين بزاف وكيجي لذيذ، واخا تشوفو خضر لذيذ لذيذ لذيذ. وزوقتو بهاد الزيتونات هادو، والصحه والراحه، ونتمنى نلقاكم فيديو جاي ان شاء الله. صحتكم.